عن قطاع الأعمال ومستقبل الشركات الكبرى وعمليات التطوير والهيكلة. قالوا إن سر تقدم الشعوب هو أن تأكل مما تزرع وأن تصدر وتربح مما تصنع. مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام. على أي أساس بنقول هذه الشركة مفترض أنها يتم تصفيتها وهذه الشركة من الممكن أن تستمر؟ فكرة تطوير صناعة الغزل والنسيج تماما إلى أين وصلت؟ الدولة حطت استثمارات كتير في تطوير كل المصانع اللي موجودة الخاصة بالغزل أو بالنسيج أو بالمنتج النهائي أو بالصباغ. كيف نستطيع تحقيق الاستثمار الأفضل والاستفادة المثلى لثرواتنا من الأرض ومن البشر؟ العاملين هم اللي حافظوا على كتير من الشركات اللي بقالها أكتر من 60 سنة شغالة. نجاح أي صناعة أو أي شركة أو أي وزارة لازم الأول يقوم على أكتاف العاملين فيها. السيارة الكهربائية إلى أين وصلنا في تصنيعها؟ في استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر عن جهود تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة مشروعاتنا الكبيرة. قطاع الأعمال العام وتحديات التطوير، حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.